Rowalo Mohari, we the Sao Litten. Aukari Tanganyika, Hausifu Mtume sallallahu alayhi wa sallam. Nemara ya waja uwa hukajiao, ya raisi, wahumra wa mahoni, heni mahalanika ujihumro, ya humuia, uihtafili wajao, ya piafura hiye bangeji. Abuna lawe harara harumanongo hamada hizo, ya ukaya zenu wazifa nishihao, zinu gizona aki. Nasingari wanao abaha, ya raisi, wahumra wa mahoni, ihali ya rawa ni sekrite ya hae ya munga mbanyu kaya ya chenu inga lindao na ufungia au kaya bwana harumatengu ya mandalinu gari jubzaha ya talpindu mfatiha hili nijuamanisa ya hafla nikimu khabarati na diyo na jena Muhammad Musa Fatiha Bismillahi rrahmani rrahim Alhamdulillah الحمد لله الذي أنار الكون بطلعة خير خلق أجمعين بعث إلينا رسولا هو أفضل الأنبياء وخاتم المرسلين رحمة للأولين من عباده والآخرين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليه آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل في ضلال مبين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم الكامل المكمل خلقا وخلقا فلم يك فظا ولا خليظة ولم يك جبارا ولا عصيا فالسلام عليه يوم ولده ويوم مات ويوم يبعث حيا لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم أيها الحفل الكريم أحييكم بتحية الإسلام الخالدة فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان من هم من قال
كثيرا طيبا مباركا فيه حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده اللهم فصل وسلم على سيدنا محمد وزيوانه مفنديوانه ونعم السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته حمدان يشكر يا ميزي من سبحانه وتعالى إكاو Harifuzanya harumale tengo hili. Au kaya maajana, tunda unuma na mweji, watuka hazikishwa. Shukar tulabili ya hebar zanji, wa mwijana nziwa hafu, Abdurrahman Ahmad Hamid, Ali Jamal al-Ali. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Sallallahu alayhi. الجنة ونعيمها سعد لمن يصلي ويسلم ويبارك عليه صلى الله عليه الرحمن الرحيم ابتدئ الإملاء باسم ذات الوالية صلى الله عليه الرحمن فيض البركات على ما ناله وأولاه اللهم صل وسلم عليه وأتمي بحمد الموارد اللهم صل وسلم وبارك عليه صلى الله عليه وبعد فأقول هو سيدنا محمد ابن عبد الله واسمه شيبة الحمد حملت خصاله سريا صلى الله عليه ابن هاشم واسمه عمرو بن عبد مناف واسمه المغيرة الذي انتهى الارتقاء صلى الله عليه فقد
ذبح المخالوف ولدته صلى الله عليه وسلم نورا يتلألأ بسنا على محمد اللهم صل وسلم وبارك عليه صلى الله عليه ومن رسول الله عليه وسلم بقديد على أم معبد الخزاعية صلى الله عليه وأراد ابتياع لأم أو لبن منها فلم يكن عبا وعلى سيدنا مولانا محمد وعلى
Mangal Zah.